يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي عنده مرض الريح ويدافعه أثناء الصلاة وأحيانا تخرج منه هذه الريح وهو يصلي، هل يدخل في حكم من به سلس البول وتصح صلاته أم عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان هذا دائما معه يخرج بدون اختياره فهو مثل سلس البول، يتوضأ عند الصلاة يصلي في الحال، ولو خرج منه شيء صلاته صحيحة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.